مرحبا تلاميذ الصف السادس الابتدائي، وياكم سسجة. درسنا لهذا اليوم لمادة العلوم الآلات البسيطة، صفحة 138. أول درس حتاخذونه هو العتلة، صفحة 140. قبل أن نبدأ بالدرس، اشترك بالقناة واللايك للفيديو على مود يصل إلى أكثر عدد من التلاميذ. العتلة: في بعض الأحيان أجد صعوبة في تحريك الأشياء الثقيلة أو رفعها من مكان إلى آخر، وأحتاج إلى أدوات تساعدني في إنجاز عملي ببذل قوة قليلة ووقت قصير، وهذه الآلات تسمى الآلات البسيطة. هذه الآلات البسيطة تجيك فراغ، وهي الأدوات أو تعريف الآلات البسيطة. تعريفها: هي الأدوات تساعدني في إنجاز عملي ببذل قوة قليلة ووقت قصير. عندنا مثلا، احنا دائما مثلا نريد نرفع ثقل، فاحنا ما نقدر نرفعه، او نريد نفتح شغلة ما نقدر نفتحها الا فد آلة او حديدة او مفتاح يساعدنا على انجاز العمل، فهذا يسمى بالآلات البسيطة، مثل المقص، كسارة الجوز، عربة حمل الأطفال، العربة اللي يخلون فيها الطفل ويخلون يعني أثناء المشي، هذه تسمي آلات بسيطة تساعدنا على إنجاز العمل ببذل قوة قليلة ووقت قصير. هسا عرفنا الآلات البسيطة، هذا تعريفها، وهي الأدوات التي تساعدني على إنجاز عملي ببذل قوة قليلة ووقت قصير، وهذه الآلات تسمى الآلات البسيطة. عند فتح غطاء الصندوق أو علبة معدنية، أحتاج إلى ساق معدنية للرفع، تسمى العتلة. والعتلة تعريفها، تعريف العتلة: آلة بسيطة تجعل أداء الأعمال أكثر سهولة وتوفير القوة المبذولة وتسرع إنجاز العمل. هنا هذا تعريف العتلة: هي آلة بسيطة تجعل أداء الأعمال أكثر سهولة وتوفير القوة المبذولة وتسرع إنجاز العمل. هنا قد يجيك فراغ أو يجيك تعريف أو ما هي فوائد العتلة. إذا جابوا لك فوائد العتلة: أداء الأعمال أكثر سهولة، اثنين توفير القوة المبذولة، وتسرع إنجاز العمل. زين، من تقراها بكل الأحوال على مود من يغيرون صيغة السؤال ما تتخربط. إذا جابوا لك تعريف العتلة، تعرفه وهي آلة بسيطة تجعل أداء الأعمال أكثر سهولة وتوفير القوة المبذولة وتسرع إنجاز العمل. إذا قالوا لك فراغ، هي آلة بسيطة تكتب العتلة، هذا التعريف يعطوك إياها ويردون العتلة. أو ما هي فوائد العتلة، أو ما هي وظائف العتلة، ذني واحد اثنين ثلاثة، ذني تذكرهم. عندنا سؤال: ما هي فائدة العتلة؟ باع هذا السؤال اللي قلت لك عليه: توفير القوة المبذولة وتسرع إنجاز العمل. زين، فائدة العتلة: توفير القوة المبذولة وتسرع إنجاز العمل. ممن تتكون العتلة؟ ممن تتكون العتلة؟ من مرتكز ومقاومة وقوة. العتلة ممن تتكون العتلة؟ أول المرتكز، اثنين المقاومة، ثلاثة القوة. تجيك على شكل فراغات أو تعاريف. نجي نتعرف على تعاريفهم. تتكون العتلة من ساق تتحرك حول مسند ثابت يسمى المرتكز. إذن تعريف المرتكز: هو ساق تتحرك حول مسند ثابت. والثقل المراد تحريكه يسمى المقاومة. تعريف المقاومة: هو الثقل المراد تحريكه، هو الثقل المراد تحريكه يسمى المقاومة. والقوة المبذولة لتحريكها تسمى القوة. القوة
تعريف القوة هو القوة المبذولة لتحريكها. عرفتي؟ هسا نجي احنا. تتكون العتلة من، يقول لك السؤال ممن تتكون العتلة، بس عدتهم تقول المرتكز المقاومة القوة. عرفهم المرتكز تعريفه هو الساق تتحرك حول مسند ثابت. هنا نجي هذا المرتكز، هذا المرتكز يعني هنا وين قوة الارتكاز الثقل. شلون هسه انت متخلي ايدك على الخشبة ولازم القلم، وين المرتكز مالتك يصير؟ مرتكز يصير احنا نسميه هذا الاتشس، يصير مالت الايد هذا المرتكز. القوة مالتك وين؟ العظم بين ايدك، كف ايدك والعجس مالتك، هاي المسافة العظم يسموها القوة. هسه هاي هذا الرحلة مالتك، هنا خليت ايدك وهاي ايدك وهذا الكف مالتك. وين المرتكز؟ هذا المرتكز، المرتكز. وين القوة؟ هاي القوة. القلم اللي انت لازمه او الكتاب تسمى المقاومة. هاي شوية تصير قريبة عليك اكثر. هسا تعرف المرتكز هو الساق تتحرك حول مسند ثابت، المقاومة هو الثقل المواد، هو ثقل هو الثقل المراد تحريكه، هو الثقل المراد تحريكه. المقاومة هو الثقل المراد تحريكه. عندنا القوة، القوة هي القوة المبذولة لتحريكها. ذني تركزون عليهن وتحفظوهن تعداد تعاريف وفراغات. احنا عدنا مطينا بعض الامثلة. في حياتي اليومية استعمل كثيرا من العتلات لتسهيل اعمالي، مثل هاي العتلات منه مفتاح القناني، هاي اللي نفتح بيها بطالة البيبسي، نفتح بيها اللي اي شيء نريد مثلا مقفول وصعب الفتح مالته سميها احنا مكسارة او كسارة الجوز، مفتاح علبة المعدنية، ملقط والمقص وعربة حمل الاطفال وغيرها، ها تسمى كلها العتلة. نجي هنا مراجعة الدرس. عندنا ما انواع العتلات؟ اعطي مثالا. هاي ترك. ما العتلة وما فائدتها؟ هنا نريد تعريف العتلة، وهي آلة بسيطة تجعل الأعمال أكثر سهولة وتوفير القوة المبذولة وتسرع إنجاز العمل. عندنا هنا هذا ترك المآلات المركبة. عندنا ممن تتكون العتلة، ها هاي قلت لكم إياها على السؤال، تتكون من مرتكز ومقاومة وقوة، زين، والباقي كله محذوف، بس إن يردون الحل. صفحة 145. إلى هنا انتهى الدرس. أتمنى لكم التوفيق والنجاح الدائم.